السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. أبوي أنا ترى عندي بحر ويت العين وبت وعينت من الله خير. زين. لو قلت هاي شرقت الفنان من درابي عدل طريقة وقال أكيد أبوي ثاني نزلت الدور أنا في الباركينج ومرة تحت وأنا خوص على الجيب. أقول لكم شو هذا؟ أمور. الحين أصبت الهدف. اي والله اقول لكم يا زياره مستشفى هي سعاده فريق السياره تحر لما تقرب ويسير بتريق تعالوا. انا على فكره مسوي الحجز بالاي ريو زين. ابوي ولي في الريسبشن قال ابوي الحين ابوي ماشيين عليك ولا تحط في خاطرك وان شاء الله ابوي مرضاي على الودي اللي خطفك. الودي اللي خطفته الشرهان عليهم يوم نكسبريسو هذا القهوه اللي في الغرفه يحسبونها ببيزات وهي مب من الميني بار ولا من هاك اللي وين الفستق وما فستق يعني شيء من الميني بار ولا من البيبسي ولا من الصحه هذا الغالي اللي داخل الثلاجات برايي هاي نحسب ببيزات. غير هذا حتى الشيبس وما شيبس والحلاوه هاي نحسب ببيزات ما شيء خلاف. غير هالقهوه الاكسبريسو تنحسب ببيزات فشرحت عليهم الودي اللي خطفته قلت لهم هالقهوه موجود في كل دول العالم كل الفنادق ماكينه القهوه والشاي والهاي اللي محطوط عنده هذا بلاش هذا برخ بلي بيزات. المراد عاده الحين ما زالت ابوي البيزات القهوه بيزات لين اليوم اكسبريسو اعطيكم الماكينه الباقي برايي كله بيزات ما شيء مشكله. يقوله عاده في ذمته كان صدقا من عنده وكان كذب ترى بعد من تحت راسه انه والله نحن كتبنا كتاب حق الشركه ان يسوونه بلاش. وان شركات روتانا كلهن باكسبريسو بيزات، قلت له باكسبريسو بيزات في اللوبي في المطعم في غرفه النوم. عاد الحين نحن ابوي هذا انتقادنا عليكم انتم، انتم الحين تسرطون الهيب وتغصون بالابره تسرطون الهيب كم مطوله وابره الطويل تلتش لكم. بشيرك ان نحن كتبنا كتاب وخبرنا الاداره وان شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، لكن نحن ابوي باكر ريوقك ببلاش. دمار تقول لا فقير وتحدوني انا عاده شوف انا بلا شري دم وشي وصف فقير بعد سمونه حتى القاضي سمونه. كم بشيركم ريوقهم يمد من كل ما تشتهي النفس وكل زين وكل قاوي فعل الله الشر والبلاء عنهم ترى ما لبلاش كثر ابنه. It's done mine. Thank you. ريوقهم فنان اقول ماشي في الدنيا ما بينهم. Thank you. هذا عاد انا ابتكاراتي تحيدون ما خليت شيء ما حطيته. خلخلت الكل شفت الدنيا الاولى. سامانه ما شاء الله كله مرتب وكله فنان يعني. ما عليه البصيره كل شيء غاوي. قسم العصاير كله ما خليت في خاطري. اسمي قلت لهم يجيبوا لي دبل اكسبريسو بعد ما بدبل تربل ادب اختصاص عن هاك اليوم. لان فري بلا اقول لكم يبيع المسجات اللي يتري والله الحين السيارة ما حد يحرهن انت ليش تحر سيارك؟ وانت شيبه ترى الحين الشباب هم اللي يحرون سيارهم لو شو بما معناه انه يعني حاليا ما حد يحر السياره يوم يركبونها دقوها سلف ودرعموا بلي تحرير هل هذا صدق؟
على الله يبيض ويهم ما قصروا، لو سووا لي خصم 120 درهم. اي والله اول مره يسوون خصم. عليكم السلام. والله فندقهم شرح كان تبون الصدق، شرح ونفخ يسدكم. هو العين روحه يا ابوك يجيب العافيه، هو العين روحه يجيب العافيه. كل العرب مقيضهم في جنتي العين، شو السبب؟ يوجد فيها جو ما يوجد في اي بلاد. هبل جوها عربها بعد غير عن العرب. عربها يا ابوكم زد دون عن العرب يا فنانين وخفاف على الشبت. قبل ما اوصل مستشفى توام وانا ساير على الطريق خطف ابوي فريج التيار فرع العين بوايج على الزراعه والعلم والخبر وانا مطرد. والله يا العين يمك يوبا تيلس رقاد فيها اصلا، رقدت 4 ساعات كانك راقد عشاء. والله انه صدق سمعتوه به اللي يقولون عنه رقاد العافيه ورقاد العافيه، هذا ابوي ترى موجود بس في العين، ما يوجد في اي مكان اخر بس في العين. وحتى يوم بي في مره في بنك الحر جو العين من عقب المغرب شي غدي يغني يا ليل. انا عندنا نحل اول بيت في المقام، كل حد يعرف ديرت انا العين 20 سنه متدير العين، يا غير البيت بتاع خلاف. هي البيت بيت ورثه، بيت حياه الوالده، ونحن كم من ادمي فيه. انزين وعقب ابوي بتاع البيت وكلنا خذ نصيبه. ابوي عزمت يوم اي العين زبنت الفندق، وان شاء الله اني بقدم، يا الله يا رب اني يظهر لي بيت في العين. انا روحي ما علي باس، نفر واحد يا غير فقراء له اليوم بيوم في العين ينصبع في فندق، هروحها مصيبة. من يوم العيال في الروضة لين خلصوا الثانويات ونحن في العين، وعقب صرنا ابو ظبي. زين شو بسوي؟ من قلت لا حيلة، وان شاء الله اني بقدم، يا الله اني بقدم وبحصل اذا الله راد. يا الله يا رب ادعوا لي انتوا عاد ان الله يرزقني بيت في العيد. شعبي لو مرتجع برايي نفاد رمد العيد. زين سبب زيارتي لمستشفى توان الشيخه ماهره بنت خالد، بن خالد بن سلطان ام طحنون ام الشيوخ على الله يطول بعمرها، تسوي فحوصات وتشيك اب. فقلت فتحلو بعد مستشفى توان، يعني اللي عنده مستشفى توان بيصير شرق وغرب يدور فحوصات، اخير مستشفى في الدنيا. اذا الله جعلنا من الحيين بطمن عليها وبسلم عليها وبتوكل على الله، بقبض طريقي جدا ابو ظبي ان شاء الله. النغداي في محمد بن زايد. الله شر والبلع عن كل من طرش مسج وقال لي والله البيوت كلها تحت امرك يا ابو محمد، ادفع البوي بياكل اليمنه وادخل، بغيت تجلس يوم له عشره. لا وايد والله الكنديشنات علينا، انزين الفراش علينا، انزين خلي يظهر البيت قبل، من يظهر البيت عقب ابوي عقب البيت برا. السنه واختفت الحول، لا الحايله ان شاء الله بتلقطون هالصريمات غاديات بتشوس متعليات فوق الإدارة. كم لقط عاد حقهم راشد بن درويش مزارع باكستاني لكنه ولايتي يشتغل بدمه. ها شوف لومي هذا على طول في سيزن. ايوه ها زين لومي موك الحمد لله. وانت زين؟ الحمد لله زين يا رك الله. الحين باقي شيء باقي نخل ما سويت نبات؟ كلش كلش في باقي ولا ما في باقي؟ باقي بس 3 ابريز بس 3 نخل باقي. إيه. هذا في 6 خلي مكانه. إيه. ما يشيل. صبر يوم بعدين بعد 1 شهر 2 شهر. إيه. بدال 6 شيل 1 خليه يستوي 5 بعدين يعني 2 شهر خلاص. إيه. يوم بتسوي نزل تحت. إيه. خلي 4 هي 4 عشان النخل ما يجي تعبان. ايوه لين بعدين 1 سم بني ادم. أيه عشان ما يستوي حمل ثقيل وادد وزن. إيه هذا نمو يسوي ترتيب. بارك الله طابان واقصه هي الحين كله هذا نمو ترتيب. إيه. اي واحد يطلع سوي نبات انت. إيه اذا يطلع واحد ولا يطلع 40 سوى كل نبات. إيه انت ما بخسران شيء. إيه. النبات وايد اللهم لك الحمد. انزين بعد واحد على كل نخل. إيه كل نخله خل عليها 5 ولا 6 خلهن. أيوة. بعدين وقت تنزل بتحدرهن. أيوة. وقت التحدير. أيوة. أيوة. تربط. أيوة. خل 4 أيوة. ناقص كلهن خلوا 4 4 4 4. ايوه ما زين هي 4 خلهن 4 ولا 5 4 ولا 5. ما مشكله. زين الحمد لله. يوم اقول لك ها شوف الموسم مالها. شوف الموسم هذا جديد هو هذا. ها تو مفصم. أيوة. وهذا تو مفرخ وها. أيوة. ثمرته فيه. العين
العين غير نمونه. العين بلاد رقم واحد عليها رضوان من الله. عليها السوق رضوان من الله. لا لا والله لا تقول حلفت الله، قل عليها رضوان من الله. لا قول رضوان. ماجي مو غرب الله تكنت يا الحلتش. عليها رضوان من الله. يلا قول رضوان من الله. يا على الله يفدع رقبك. غرب الله تك. ها ما بتقول؟ رضوان من الله. رضوان يا الله. هي رضك حصاح على الله واحد. وغلبية الهمبة كل اللي زارعينه كيت ونعومي وكله ما شاء الله مفرخ. مسوي اللي يميع الخنابيل. يميع الخنابيل تبارك الرحمن. شوف هاي اللي هناك ما شاء الله ما شاء الله. شو قاشته مني شو مني فيه؟ خشب هذا أيوة. هذا لازم شيل أيوة. اول حطيته يوم اول ما زرعتها أيوة. زين الحين ماشي هو ولا محتاي الحين ركنها غلط بس شل احتباه الحين سويت انت يربط هني سو في كبره اول أيوة. وفوق الكبره أيوة. سو جوينت أيوة. وهذا نفس الشيء هذا يحز أيوة. يحز الصلب هذا مالها اقول أيوة. لك والله الكيت فراخه الورد البيضة لا لازم الكيت والنعومي فراخه الورد مال حمر هالنمونه كل خنبوط هذا حين تشوفه هاي يسمونه دودة الأنفاق هذا دودة الأنفاق هذا لازم رش أنا جايب لك رش لازم ترشه 10 يوم واحد مرة لمدة شهر هذا كله بيخوز هاد شو حين يظهر الورد الورق يتقرفط يتقرفط شمنه بعدنا المرة شو بقول لك هذا والله تك أنت إيه ما في زين زين أنا مزبوط ما في زين الحين داخل بلو كلر لون ازرق هذا بلو لا تراب هذا تراب هي بلو كلر ولا لا هذا في بكتيريا هذا ما في زين هذا نمونه يعني ما ينتعطي زياده لازم ماي ناقص الحين هذا لازم يسوي ماي ناقص هذا بكتيريا ما في فايده زراعي يسوي كم تعطيه ما كل يوم صح ماي كل يوم ماي كل يوم ما في فايده ماي كل يوم واحد يوم يعطي واحد يوم ما يعطي ايوه على طول ما يسوي يعني كل يوم شوف ايش قال الارض هذه مشبيه هذا حي كله ما في فايده لازم واحد يوم تعطيه واحد يوم ما تعطيه واحد يوم تعطيه واحد يوم ما تعطيه بارك الله فيك الحين انت بني ادم اذا تنين يوم ما يشرب ماي يستوي موت ما يستوي موت سمسم زراعه سمسم زراعه صار يوم يشرب بني ادم يشرب 20 مره ماي 30 مره ماي يستوي موت ولا لا يستوي موت يستوي بطن متروس هذا نمونه زراعه انت يعطي ماي زياده يعطي ماي زيادة ما يسوي موت هو يسوي شوية تعبان شوية تعبان يقدر يسوي علاج بعدين لكن تعطي كل يوم ماي بيموت موت شلك عليكم شوف الله الأرض قايم شابية هاي حالة الحين بالله أرباب بيفنشك شو بتسوي ما خلي شوف حق أرباب ولا ما شوف ما خبر أرباب راشد لا ما تكلم أكيد أكيد ما تكلم نعم ها أقولكم لا تخبر أرباب راشد لا تخلي يصير زين ها ها بخش شو رايك انا كلا ما يشوف ارباب خلاص الحين ارباب ما بيشوف اليوم بيلبس كشم ارباب بخش ابوي وايد ضروري يسوي ترتيب الله يخليك خلاص هذا الحين تعرف تسوي جلبه فوق تحت طالع قايب خطر عليه يظهر الندود ماتي بطنك تنين وماتي ببلر كامل شله خاري كامل اظهر خاري مره هاي ابوي هاي اسبوع ما تبى ماء يا ويلك من الله كله رقم واحد أيوة. كله نمبر ون بس مشكلة الماي بس المشكلة الماي واحد اسبوع ثلاث مرة ماي غير ما شيء زيادة السؤال كان ان يعني ليش الحين انت يا خالد قلت لهم يخلون على كل نخلة خمسة وستة عقب تنقص خلي خمسة وستة عدوج على كل نخلة خلي خمسة وستة عدوج مدام الحين يعني توهم منبوتات عقب يشوفون اللي منبوته زين العذج والشمروخ اللي منبوت زين ما زين خلوه يعني مش مشويص ما في حبة صغيرة وحبة كبيرة عذج يعني نص عاقد ونص الثاني لا يعني من هالأشياء وشي من بعديه عقب شي حشرة يسمونها الياز تضرب في العسقة يطيح من إليه تلقط العسقة كاملة صاحي 16 ما توعاب هلا دلعت رقبتها شمنه شي يسمون حشرة يسمونها الياز
الياز هاي روحها تضرب عسقة تنخلة وتيز العسقة من العكر من اللم، ما تعابد العذج إلا وين تعابه، ما تعاب العذج إلا وين دلع رقبته وأتكود بكبره تحت. فعلى هالأساس يخلون الترتيب له مراحل، الشهر الأول يخلونه يعني ياخذ وقته له مراحل لين آخر شيء الفاينل مثل الأندية السوبر والسوبر جتمر يسمونه. ترش في الليل ما تشوف هناك جنقل واللي بال عندكم بتشوف، والحين هني بلاد كلها كهرباء ما تشوف. بارك الله انت. شو تقول؟ ها 100 درهم 100 درهم طالبني مال نبات. انا اشتي نبات. يا الله حرام تاكل حرام. انا ما ابي رامي. ما ياكل حرام؟ لا لا قلم سيدا، ما انا قلم سيدا. هي يا ويلك 100؟ لا لا 100 بس ان شاء الله. حاضرين ما في زعلان. لا ما يقول انت حرامي، احترمت المهد. كلام سيده بلا اسمك ارباب. ارباب تسمع ترى يقول لك يا راشد بن درويش الكتبي. ايه؟ ترى ابويا البخش بخيده. بخش 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 الله راسك. يقول لك بخش ترى ما بحرامي، يطالبكم 100 انا بعطيه اياهن وتعطوني اياهن. ترى بخشي كلام سيده وما ياكل حرام. تاكل حرام؟ لا ما في. لا ما في ياكل. اي تحمل اللي كلوا حرام ماتوا. ايه. وكلتهم الضوء. تسوي حرامي واحد 100 مال نبات، واحد 100 خذ نبات زياده، واحد 100 حق كل نفر نفر، واحد 100 واحد 100. يا ويلك جهنم بتكتبك تو قلت يعني تبي تلوت عليهم مساكين ما تعطيهم فلوس؟ لا لازم تعطيهم. اعطي فلوس. اي حرام لازم تعطي نفرات. لا لا ما في ياكل حرام. 100 100 100 بس 100 مال نبات. اي ما تاكل حرام. اي لا 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 يا رك الله يا رك الله يا بخش. سيده كلام سيده ما يا رك الله يا بخش. شوف الله يعينكم عزيزين. فريج التيار في العين، فريج التيار في العين يغني يا ليل يا ليل. تبارك الرحمن على الله يبارك لهم ان شاء الله. تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذا الحين وصلنا بوي مستشفى توان، بنقوم بالزياره حق ام الشيوخ على الله يطول بعمرها ويحفظها. أبشركم الشيخة مهرة بنت خالد بخير وسهالة، مرة ما عليها باس. تبي تظهر وياي في صورة؟ هذا ها هذا عبد الرزاق. عبد الرزاق يلا عاد المسؤول العود. طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الطحنون ويمن عليها إن شاء الله بالصحة ودوام العافية يا رب العالمين. يا بداية الله يلعين. هذا الحين في ويك وضبي يعني تقريبا عديت الخزنة حين لا والله جنيب الخزنة. إن الله راد إن شاء الله غداي. الله يريد لك يا البنادم. الشيخ طحنون بن سعيد لو ادور اتفق ما لقطته، واليوم ويهته عند والدته يعلى الله يطول بعمرها وعمره. وفرحت بقول لكم هذا سيري هاي الخزنه الحين مره عاد ما امشي وايد انا وحده وهنتين وحده وهنتين 120 ما اسوق زياده مره. انزين أبوي وصلت بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن. إلى العاصمة الحبيب. أقولكم أنا وإني بخبركم ونسيت ما أدري كيف عرفوا أني أنا انتقدت موضوع القهوة أنها بيزات. يعني كيف يوم جيت عندهم جدا سمونه ريسبشن اليوم بحاسب ولن عفد لي هويه قال ابوي نحن عرفنا انتقادك ولا لا 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 خبرنا. جبت كيف عرف يعني هو ما بمباطن وبيتابعني في هذا ولا من دول الخليج وبيتابعني كيف يعني ما ادري هو لبناني ولا صيني لبناني سوري ما يندرى من هالوين هالريال الموظف اسمه فادي اتوقع. المهم كيف عرف والله ما ادري كيف عرف اني انا ناقب روحي والله استعيبت قلت كم ما ينقمني ولا يقول شيء ولا شيء. لا والله ولا بكل صدر راح بتقبل الموضوع. حليله زين بعد فقير وامرهم هناك جدار هلا بالكاشير وسووا لي ديسكاونت نزلوا عني 100 وشيء 170 كانهن الاول تحراهن 130 ترى 100 يوم صرت حاسب ولن مسوي لي ديسكاونت 170 درهم وريوق بلاش والله النقمه سوت شغله. اوكي ابوي بارك الله فيك. بخصوص الحلوى الولايتية فهي هاي هي بوي الحلوى الولايتية
شفتوا؟ لا تقولوا ما قلت لكم حلوات التين بياض الوجه. اسمك انت؟ شيرينا. شيرينا بنت منو؟ ها؟ بنت موادي انا وماي. شو؟ مويا عسرة. مويا عسرة. مويا عسرة. هييييي. وانا شو اسمي؟ خالد بالخالد. شوفوا اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله يا بكره الاربعاء ترى يوم اللا ويوم الخميس يوم الهي. يلا برايكم.